الفيل الصغير والموز الأحمر. في بلاد الفيلة شعرت فيلة أن ابنها الصغير يمتنع عن الطعام. خافت عليه كثيرا ونادته: تعال تعال يا فيل الصغير، تعال كل هذا الطبق اللذيذ يا حبيبي، طبخته لك خصيصا يا حبيبي. أجابها الصغير: لا، لن أضع في فمي شيئا منه، بل أريد موزا. حسنا، هذا موز، خذ كل ما تشاء. أنا أريد موزا أحمر. ولكن ليس هناك موز أحمر يا ولدي، خذ وكل. وقعت الأم في حيرة، ماذا تفعل؟ وتشاورت مع زوجها الفيل الكبير وقالت له: ماذا نفعل؟ من أين نحضر للصغير موزا أحمر؟ أجابها الزوج: المسألة في غاية البساطة، نحضر موزا ونطليه باللون الأحمر. فرحت الأم وقالت: فكرة رائعة يا زوجي العزيز، إنك حقا فيل ذكي. أحضرت الأم دهانا أحمر وطلت الموزة به، وقالت لابنها: تعال يا حبيبي، هذا موز أحمر، تعال أسرع أسرع. صحيح، أين الموز الأحمر؟ لا لا يا أمي، هذه موزة عادية مطلية باللون الأحمر. ازدادت الأم حيرة مرة أخرى، فما العمل؟ لجأت إلى زوجها وقالت: ما العمل يا زوجي؟ أجاب الفيل: عجيب عجيب، دهن الموزة باللون الأحمر فلم تنطلي عليه الحيلة، ما العمل إذن؟ ذهب الأب إلى أخيه وأطلعه على الأمر. ضحك العم ثم قال: هكذا قال صغيرك يا أخي، لن يأكل غير الموز الأحمر، دع الأمر لي. سمع صوت قرع على الباب في بيت الفيل الكبير، فنادى الفيل الصغير: من؟ أنا الفيل العم. أهلا وسهلا، تفضل. تعال يا بني الصغير، أنا جئت لك خصيصا لأحضر لك الموز الأحمر. قال الصغير متعجبا: كيف؟ يجب أن تذهب إلى مكان الموز الأحمر وتقطفه بنفسك. أنا موافق يا عمي، هيا بنا. قال الطريق على الصغير فصاح: آخ يا عمي، متى سنصل؟ تعبت جدا، نحن نسير منذ الصباح. أجابه العم: طبعا يا حبيبي، من طلب شيئا نادرا عليه أن يتحمل المشاق للوصول إليه. آه، هل ما زال المكان بعيدا؟ لا لا يا ابن أخي، انظر هناك عند الأفق أشجار الموز. قال الصغير فرحا: نعم نعم، إنها أشجار الموز. أووو، كم أنا سعيد، سنصل سنصل. وفعلا وصل الفيل العم ومعه الفيل الصغير مرهق وتعب. صح الصغير: آخ آخ، أين الموز الأحمر يا عمي؟ كل الموز المتدلي من الشجر هنا أخضر. مهلا، سنبحث سنبحث. ها، هناك قرط من الموز أصفر وفيه موزة حمراء، سأقشرها وآكلها. هم هم هم. ها يا صغيري، هل أعجبتك الموزة الحمراء؟ بكى الصغير، فقال العم: ما بك؟ لماذا تبكي يا صغيري؟ أجاب الصغير: الموزة فاسدة وطعمها كريه. فقال العم: الآن فهمت يا صغيري ما قلناه لك، إنه لا يوجد في الدنيا كلها موز أحمر، الموز الأحمر هو الموز الفاسد. أوه، كم أنا جائع يا عمي، أريد أن آكل. أمامك الموز الأصفر، فكل ما تريد وإياك أن تطلب المستحيل. ذاق الصغير الموز الأصفر وهمهم: آه، ما أطيب الموز. ما قصة الفيل الصغير والموز الأحمر. في بلاد الفيلة شعرت فيلة أن ابنها الصغير يمتنع عن الطعام. خافت عليه كثيرا ونادته: تعال تعال يا فيل الصغير، تعال كل هذا الطبق اللذيذ يا حبيبي، طبخته لك خصيصا يا حبيبي. أجابها الصغير: لا، لن أضع في فمي شيئا منه، بل أريد موزا.
حسناً، هذا موز، خذ كل ما تشاء. أنا أريد موزاً أحمر. ولكن ليس هناك موز أحمر يا ولدي، خذ وكل. وقعت الأم في حيرة، ماذا تفعل؟ وتشاورت مع زوجها الفيل الكبير وقالت له: ماذا نفعل؟ من أين نحضر للصغير موزاً أحمر؟ أجابها الزوج: المسألة في غاية البساطة، نحضر موزاً ونطليه باللون الأحمر. فرحت الأم وقالت: فكرة رائعة يا زوجي العزيز، إنك حقاً فيل ذكي. أحضرت الأم دهاناً أحمر وطلت الموزة به، وقالت لابنها: تعال يا حبيبي، هذا موز أحمر، تعال أسرع أسرع. صحيح، أين الموز الأحمر؟ لا لا يا أمي، هذه موزة عادية مطلية باللون الأحمر. ازدادت الأم حيرة مرة أخرى، فما العمل؟ لجأت إلى زوجها وقالت: ما العمل يا زوجي؟ أجاب الفيل: عجيب عجيب، دهن الموز باللون الأحمر فلم تنطلي عليه الحيلة، ما العمل إذن؟ ذهب الأب إلى أخيه وأطلعه على الأمر. ضحك العم ثم قال: هكذا قال صغيرك يا أخي، لن يأكل غير الموز الأحمر، دع الأمر لي. سمع صوت قرع على الباب في بيت الفيل الكبير، فنادى الفيل الصغير: من؟ أنا الفيل العم. أهلا وسهلا، تفضل. تعال يا بني الصغير، أنا جئت لك خصيصا لأحضر لك الموز الأحمر. قال الصغير متعجبا: كيف؟ يجب أن تذهب إلى مكان الموز الأحمر وتقطفه بنفسك. أنا موافق يا عمي، هيا بنا. قال الطريق على الصغير فصاح: آخ يا عمي، متى سنصل؟ تعبت جدا، نحن نسير منذ الصباح. أجابه العم: طبعا يا حبيبي، من طلب شيئا نادرا عليه أن يتحمل المشاق للوصول إليه. آه، هل ما زال المكان بعيدا؟ لا لا يا ابن أخي، انظر هناك عند الأفق أشجار الموز. قال الصغير فرحا: نعم نعم، إنها أشجار الموز. أووو، كم أنا سعيد، سنصل سنصل. وفعلا وصل الفيل العم ومعه الفيل الصغير مرهق وتعب. صح الصغير: آخ آخ، أين الموز الأحمر يا عمي؟ كل الموز المتدلي من الشجر هنا أخضر. مهلا، سنبحث سنبحث. ها، هناك قرط من الموز أصفر وفيه موزة حمراء، سأقشرها وآكلها. هم هم هم. ها يا صغيري، هل أعجبتك الموزة الحمراء؟ بكى الصغير، فقال العم: ما بك؟ لماذا تبكي يا صغيري؟ أجاب الصغير: الموزة فاسدة وطعمها كريه. فقال العم: الآن فهمت يا صغيري ما قلناه لك، إنه لا يوجد في الدنيا كلها موز أحمر، الموز الأحمر هو الموز الفاسد. أوه، كم أنا جائع يا عمي، أريد أن آكل. أمامك الموز الأصفر، فكل ما تريد وإياك أن تطلب المستحيل. ذاق الصغير الموز الأصفر وهمهم: آه، ما أطيب الموز، ما